اهلا بكم يا اصحابي في حلقه جديده من برنامجكم جيمنج بي ان اف اف. زي ما قلت لكم لو ما اشتركتوش في القناه انزلوا اشتركوا تحت واعملوا لايك لكل الفيديوهات. الفيديو ده عايزين نوصله لسبعه او عشره لايك، اكتر من كده هيبقى الفائز حلو. طبعا انا مش هلعب لوحدي النهارده، انا النهارده هلعب مع احمد صاحبي. ازيك يا احمد؟ الحمد لله يا صاحبي. بصوا يا جماعه، لو الصوت بتاع صاحبي احمد مش واضح، انا بشتغل على الموضوع ده، بحاول ان انا اخليه يبقى صوته واضح شويه. تمام، لازم نعمل كده عشان يجي لنا فلوس اكتر. طبعا طبعا اول ما دي تيجي ما انا بقى معايا 150 فلوس هنبدا اعمل الماشين الثانيه. يا صاحبي اسمع اللي هقوله لك ده، ما تحطش اي سلاح فوق او تحت عشان محدش يجي ياخده، عشان احنا لسه ما حطيناش حيطان ولا حاضر يا صاحبي. طبعا الموسيقى دي بتخليني ابقى فريش، يعني ابقى قوي، يعني خلياني اعرف اركز. يا صاحبي ما تنيش. حاضر يا صاحبي. يا صاحبي. نعم يا صاحبي. خلاص. نعم يا صاحبي. خلاص يا صاحبي. خلاص. خلاص يا صاحبي. حاضر يا صاحبي. يا صاحبي اوعى تبني البتاع. ماشي؟ حاضر يا صاحبي. ابني الحيطان وحط الليزر وشغل يا معلم. ممكن ابني الحيطان؟ الحيطان والليزر اللي في الباب ده لازم. انا هاجي ابني بتاعتي. لازم بقى نحط الليزر ونعمل الدور التاني وبعدها نبقى نحط المسدس. طبعا الحلقة دي مش هينفع تطول زي بتاعت المرة اللي فاتت، نشتغل بجد وما نهزرش. مش مقصودش كده، الحلقة اللي فاتت كنا بنشتغل بجد، لكن انا اللي انا اقصده هو ان احنا عايزين ان شاء الله عايزين نبقى يعني عند فيوز ولايكس وسبسكرايبرز كتير. فاحنا لو خلينا الفيديو طويل الناس اللي بيحبوا روبلوكس هيكرهوا اصلا كده. بالمناسبة دي لعبة سوبر تو بلاير تايكون، انا بلعب مع احمد صاحبي زي ما قلت لكم، وزي ما قلت لكم حاولوا تبنوا بسرعه، ما تسيبوش يعني مثلا عندك جرين هنا انت بقى شوف. بس انا انصحكم ان انتوا ما تبنوش الاسلحه قبل ما الأسلحة ما تبنوهاش غير ما الأسلحة ما تحطوهاش غير إما تقفلوا الروف وتحطوا الليزر وتقفلوا الحيطان. يا بشوق يا صاحبي. نعم يا صاحبي. نعم.
انت ممكن تيجي معايا ناخد بوكسز لو فيه عشان بتبقى عدوس تجينا ونسجن. تعالى يا صاحبي انا بره. يلا يا صاحبي نروح نجيب حاجات. منين يا صاحبي؟ ثانية معلش يا جماعة عشان في مشكلة في اللعبة عندي فلازم معرفش المفروض يعني انا مش عارفة اعدل الكاميرا معرفش ليه وتقريبا لازم افضل في المطر في البتاع بتاعي في البيت بتاعي لكن هشتغل برضو على الموضوع ده. صاحبي ما تبنيش السلاح التاني. حاضر يا صاحبي. طبعا انا بشتغل على كل المواضيع اللي هي بتبقى محتاجة شغل ده بجد يعني مثلا بتاع صوت صاحبي احمد لازم يبقى حلو وكده ومسموع. طبعا انا ما اعرفش ايه ده ولكن لا كنت اشتري السلاح التاني. الحمد لله لا سلاح التاني لا كده. صاحبي انا بنيت زي فاصل عشان نعرف كل واحد نص البيت بتاعه فين. طبعا انا ركبت الليزر عشان ما حدش يخش بيتي. وانت يا صاحبي لو دخلت في الليزر بتاعي هتموت في بتاعك لا. طبعا دلوقتي يا صاحبي انت ممكن بس ما نعمل السلم انت تقدر تعمل السلاح التاني ما نعمل السلم ونقفل الروف اللي عندي. طبعا انا كده هقدر اعمل مسدس. يا صاحبي احمد انزل خد مسدس. انا طبعا معايا مطاطة معرفش بتنط غالي ولا لا. يا صاحبي جربها كده وقول لي. يا صاحبي ولا بتعمل اي حاجة انا جربتها. لا بتعمل حلو. طب ما تمسكهاش وشوف. بص ايوه يا صاحبي عاش يا صاحبي. يا صاحبي احمد ينفع تحاسب عشان برضو خلاص. وانا خدت زي ايدين كده بتموت اي حد. لو تفتكروا انا فعلا يا صاحبي افتكرت ان احنا لعبنا الجيم ده بنفس المكان يعني. طبعا يا جماعة انا بحاول اشتغل على الكاميرا اللي مش بتعدل دي لكن المشكلة ان انا واقف في حتة اكن الكاميرا واقفة في مكان واقدر اشفها لكن ما اقدرش احركها. يا صاحبي هو انت ممكن تعمل ستيرز؟ هو دي بتاعت الستيرز. ايوه هو انا واقف عليها ولا لا؟ 200 باوند. ايوه طب واقدر اشتريها؟
هو انت باين عندك اخضر؟ لو مش باين يبقى كده ما ينفعش. اخضر اخضر، لكن انا مش عارفه ادوس. خلاص انا دوست، لكن لو طلعت السلم ممكن ما اقدرش اشوف. وزي ما قلت لكم يا جماعه، انا مش قادر اشوف حاجه من فوق تحت. ما نقفل الفيديو على هذا الوضع، لكن انا هبقى متضايق قوي قوي. بص ثانيه واحده، انا هحاول اعمل ريسيت كاركتر واشوف ايه اللي هيحصل. تمام، تمام. وفعلا اول ما عملت ريسيت كاركتر نفعت، و جبت اللي انا عايزه. وهو انا بتحرك، وانتوا طبعا شايفيني وانا بتحرك، ومفيش اي مشكله. صاحبي لازم نعمل المكان عشان بتاع اذا انت عملت نفس السلاح. يا صاحبي كنا عايزين نموته. طبعا انا ما اعرفش ايه اللي بيصار لي ده، معلش يا جماعه. يا صاحبي يا صاحبي الحان يا صاحبي. دخل بيتنا واحتمال ياخد اسلحتنا ويهرب، فاحنا لازم نقف ونموته. معرفش ايه اللي عمال يجي ده، بس المهم ان انا بقى معايا فلوس كتير اقدر اطلع واعمل حاجة في البتاع الفوق. طبعا اهو ابجريد وال 4 او السلاح. يا صاحبي لازم نقفل وبعدها الاسلحة. اعتقد في واحدة منهم سوبر جامب، والتانية جامب عادية. اللي فوق دي طبعا السوبر جامب، صدقوني مش انا عمال ادوس على كويست. معرفش ليه بيحطوا دي هنا، ممكن نستعملها نشوف قدرتها. نجيب الشنطة، انا معيش غير دي. صاحبي انت رحت فين؟ يا صاحبي ده انت بتتخانق، عايز اجي اساعدك. صدقني ما اعرف، هو انا ساعات بلعب على اللابتوب طبعا فبيبقى احسن. هو هنا مش راضي يضرب، ما اعرف. بس احنا لازم اما نقفل هنقدر. طب بص يا صاحبي، احنا معانا السوبر جامب. لا غصب عني بنيت سلاح تاني، نينجا سبير اعتقد ده سلاح النار. يا صاحبي مثلا دوس دوس على اي حد يجيلك وهيموتك.
بص اهو شفتها. طبعا يا صاحبي اختار النطاطة الزرقاء، انت طبعا خدتها. ماشي، انا عايزك تمسكها وتدوس عشان هنروح نسرق مبنى. انا رحت اسرق خلاص السلاح، خلاص سرقت سوبر دوبر جامب. يا بيش يا صاحبي، نعم. اوهو، شاف يا صاحبي السلاح ده، رحت سرقته. عاش يا صاحبي. طبعا يا صاحبي انا اسف، بس انا كنت بجرب السلاح. طبعا يا صاحبي تعال معايا بسرعه، اطلع فوق، خد الجامب الزرقاء، خد الجامب الزرقاء، تعال معايا هنسرق بيت، هديك مسدس، يلا دوس على دوس عليها، تلاقيها من تحت كده، اختارها. هو انا ثانية بس عشان انا الاسلحة اللي معايا راحت، فانا لازم اطلع اخد السوبر جامب. انا برضو يا صاحبي على طول. بص بقى يا صاحبي، خد السوبر جامب، هتلاقيها عندك كده من تحت صح، وخد خد كل حاجة ينفع تاخدها، ما تاخدهاش غير مرة. دوس على النطاطة الزرقاء، تمام يا صاحبي. تعالى يا صاحبي، تعالى انت يا صاحبي، وللفشل الفشل حصل مشكلة، وكل الأسلحة اللي معايا كل شوية عمالة تختفي، معرفش ليه، بس أنا عن نفسي هطلع حالا. أخد السلاح النطاطة يعني. طب يا صاحبي أنا راح أخد مسدسات. طيب اختار النطاطة الزرقاء وروح اسرق بقى اللي انت عايزه، دي بتبقى نطاطة سريعة قوي قوي قوي. انا عن نفسي هاخدها حالا واروح اسرق السلاح. هو انا مش عارفة اخدها، انا باخدها عادي، لكن اول ما بنط نطة واحدة معرفش. شفتوا يا جماعة ده؟ كل الأسلحة اللي كانت معايا معرفش راحت فين. تمام، هي كده اشتغلت، يعني أقدر إن أنا أروح أخد أي سلاح أنا محتاجه. هاخد اللي كان هنا، اللي هنا كان هنا ده حلو. طبعا
انا مت، لكن ما اعرفش صاحبي تقريبا مات. يا صاحبي بسرعة خد كل الأسلحة عشان في ناس طالعين يسرقوا البيت. طبعا النهاردة الفيديو طول، يعني التسجيل وصل 20 دقيقة، ف اول ما تيجي 25 دقيقة لازم هنقفل الفيديو. انا هروح كده هطلع بره اتمشى عادي، لكن هبقى بشوف يعني الناس كلها عاملة ايه. يعني هنا في واحد، في اتنين مش عاملين ليزر اصلا، فطبيعي اقدر اخش عندهم واخد حاجتهم، ده غير لو هما قويين وعندهم حاجات حلوة. هروح كده، هنروح معلش نشوف لو في حد في فلاش. لا هو فلاش فيه، لكن في اتنين ولسه بادئين. يا ريتنا كنا خدنا فلاش. ولكن هو فعلا بقى ما كانش فاضي. طبعا يا جماعة قربنا نخلص الفيديو النهاردة، واتمنى ان هو يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو انزلوا اعملوا لايك. والبوكسز اللي في، مثلا البوكس ده مش بيفكركم بحاجة، ده الطويل ده انا عن نفسي بيفكرني ان انا لازم كل ما لازم اقول لكل صحابي يخشوا يشتركوا في القناة. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، لايك وشير وسبسكرايب. عايزين نوصل قناة لاكتر سبسكرايبرز تقدروا عليهم، ولو كل واحد حط لايك هيكتروا عن 5 أو 7 لايك. طبعا انا محتاج اعداد كبيرة، وطبعا النهاردة ما كنتش بلعب لوحدي، انا كنت بلعب مع احمد، ونشكر احمد محمد. تمام، فاحنا لازم سلام، لازم نقفل، ومع السلامة.